يقول لك بتمشيكم جميعا هي للأهل اللي عندهم تينا يجوا أولاد عم يشيلكوا معنا من العمل التطوع اللي هو الفرنطي. نتحدث اليوم عن قضية مهمة جدا وهي بمفهومه الخاص تقديم الخدمات للناس. ما معنى العمل التطوعي الخيري؟ وهو بالتأكيد دون بحث عن أي مربح مالي أو معنوي. والقضية الجوهرية في هذا التطوع الخيري هو جزء من تكوين الإنسان والتي أتت به كل الديانات. العمل بدون أي مقابل وهي الخدمة التي لا تقع ضمن عملك أو مهنتك، كإماطة الأذى عن الطريق. كثير من الناس يعني لا يعتبر من الموضوع. وقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان 74 شعبة، أدناها أي أقل مرتبة في الإيمان هي إماطة الأسى عن الطريق. أنت وميشي شفت النينة بالطريق ما دخلني فيه، صح ما دخلك فيه، ولكن إذا أزحتها فهي صدقة، والصدقة تطفئ غضب الرب، والصدقة تأتي يوم القيامة وترشح كفة ميزان مهما عملت من صلاة وصوم وإلى آخره. صدقة. وفي رواية عن رجل كان يمشي في صحراء الحجاز عطشان، فوجد بئر من الماء فارتوى منه، وعندما انتهى وجد كلبا يلبث، فقال والله ما أصاب هذا الكلب إلا كما أصابني من العطش. عطشان مثله، فمد يديه وأسقى الكلب واستغفر الله للكلب ودعا الله للكلب فقبل الله منه وأدخله الجنة لأنه أسقى كلب. وقد يجوز هناك المئات مروا من هذا الطريق ولم يعطوا أي انتباه لهذا الكلب، وكانت هذه صدقة أو عمل تطوعي خيري لم يقصد منه إلا وجه الله عز وجل، لا يريد لا رب مادي ولا معنوي من الموضوع. إننا نملك الكثير من الوقت وفي وسعنا أن نضع جزءا من هذا الوقت من حياتنا اليومية لعمل خير تطوعي لخدمة الآخرين، أو بالأحرى لابد أن يكون هذا العمل التطوعي جزء من حياتك اليومية لكي ترقى بنفسك وبعائلتك وبالمجتمع الذي تعيش به. كلنا بدون استثناء لدينا قدرات معينة على العمل التطوعي الخيري. منا من لديه الوقت، المال، الخبرة المهنية العلمية. إذا استطعنا أن نجمع هذه القدرات كلها في عمل تطوعي ولو مرة في الأسبوع، مرة في الشهر، فأنا أجزم بل وعلى يقين بأننا نستطيع أن نفعل الكثير الكثير. الملايين في العالم ينضمون الآن
إلى ما يسمى بالأعمال الخيرية من أسرى أسرياء العالم، لأنهم بثرائهم ومالهم لم يستطيعوا أن يعيشوا السعادة كما هي، فوجدوا أن يتبرعوا بأموالهم أو بنصف أموالهم أو بربع أموالهم لكي ينخرطوا في هذا المجال التطوع الخيري ليعيشوا هذه السعادة. فالمال وجمع المال ليس هو الهدف من هذه الحياة. أحد يقول معه شيء بالعمي، المال ليس كل شيء، فما كنا التطوع هو أي عمل يقدم خدمة للآخرين ويسهل حياتهم ويخفف عنهم معاناتهم من جراء الحروب، الفقر، معاناة ممكن تكون زلازل، براكين، أي شيء. نحن الحمد لله في أستراليا نعيش حياة على ما أظن فوق الرفاهية، مش رفاهية، فوق الرفاهية. هناك أناس لا يستطيعون أن يأتوا بقوت يومية، وقد شاهدت فيلم على اليوتيوب لرجل رحمة الله عليه أفنى من حياته 55 عام في خدمة العمل التطوعي الإسلامي، وكان يناشد العالم أجمعين. لأن 5 هلل أي ما يعادل 5 سنت بالأسترالي تكفي لقوت رجل في السودان، في الصومال أو في أفريقيا، لأنه لا يستطيع أن يأكل اللحم والرز كما نأكله نحن. كل ما هو بحاجة إليه كاس أو عساء من الشوربة، لأنه لا يستطيع أن يهضم الأكل. 5 سنت كل يوم وجبة كاملة لهذا الرجل أو الولد أو الامرأة. فأنا لا أدري كم 5 سنت رميناها، ولكن ربما ينقصنا الحماس. حقيقة الحماس عندنا منه كما يجب أو ليس كالمطلوب، ولكن حين تملك الحماس سنجد 1000 طريقة للوصول إلى هؤلاء الناس. في مثل عندنا بيقول بحصر السد خوف، ولا تستصدر من المعروف شيء، ولا تقول ما قيمة هذا وذاك 5 سنت و 10 سنت عم نحكي شو القيمة. ولا تنسى بأن الله بعون العبد ما دام العبد بعون أخيه، طالما أنت بعون أخوه الله سبحانه وتعالى ما بينسى في أي شيء في حياتك، يبعد عنك المصائب، يسهل أمورك، دعاء في ظهر الغيب من شخص لا بتعرفه ولا بيعرفك، كل ما قدمت له يوم تعرفه. هذا العرق الذي عرقته في عملك في هذا في ذاك اليوم سبب لك في إبعاد مصيبة لا سمح الله كانت ستحصل. الله سبحانه وتعالى قدر هذا الشيء لك بسبب دعاء مسكين أو فقير أو يتيم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأن تتصدق على أرملة أو مسكين لكأنك أقمت الليل صلاة وأقمت النهار صوما. الصدقة اللي منها بعينك أنت اللي أنتم بتستخسروها على حولكم، وكأنك أقمت الدهر قيام الليل العمر كله، ده سويبه، أو صمت النهار العمر كله شو سويبه في صدقة واحدة. العمل الخيري هو بمثابة قلادة ذهبية للإنسان يتزين بها المجتمع.
لأنه بس ترتقي بنفسك والمجتمع اللي داير مدارك عم يرتقي فيه وكلكم عم تعملوا شيء. ولما هالعمل هذا يظهر للعيان فأكيد المجتمع اللي أنت محاط به بيبعد الألميزي يلين، أو كما قال قائل: أنر الشمعة لتنير درب غيرك. الشمعة اللي بدك تضويها لا تضويها لإلك، ضويها ومشي، خلي غيرك يستفيد من نوره على الطريق. وهو جسر للتواصل الاجتماعي بمختلف المجتمعات الإنسانية. كما كنا المتأثرة من الحروب والكوارث الطبيعية، وهنالك كثير من النصوص في القرآن الكريم ومن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الموضوع. فالله سبحانه وتعالى رغب عباده في البذل والإنفاق، ووعد على ذلك أجرا عظيما، وقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. أنت تعمل الصدقة والله سبحانه وتعالى يضاعف لك إياها 7، وبكل واحدة 100، والله يضاعف لمن يشاء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: حتى السلام، كل سلام، حتى السلام على الناس صدقة، وفي كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وأن تعين الرجل على ركب دابته يوم ما في دابة في سيارة، رجل عجوز فتحت له الباب قطعه طريق صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، والبسمة في وجه أخيك صدقة، وبكل خطوة تخطيها في سبيل الله صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. وللعمل التطوعي فوائد كثيرة للمجتمع، فهو ركيزة أساسية في بناء المجتمع ونشر التماسك الاجتماعي بين أفراده، فهو ممارسة إنسانية ترتبط بمعاني الخير والعمل الصالح. قال الله تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وذلك لإشباع رغبات الخير في نفسه. وأذكر بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الملك الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. ملكان كل يوم بينزلوا من السماء، واحد بيدعي للي بينفق: اللهم زيد عليه وبارك له، والتاني اللي بيشوف الكابش مش بس قصة مصاري، حتى بالعمل الخير عم نحكي، حتى بالبسمة الأخير يدعي الملك له ويقول: اللهم أتلف ممسكا، هو وميله واللي بده يعني. وأتمنى من الجميع، من الأهل اللي عم يقعوا الحكي، لأنه الحمد لله عندنا تين أيجا ما شاء الله هن اللي كانوا قريبين بالعمل فيه، أتمنى من الأهل يوعوا الأولاد على أنه العمل اللي عم يعملوه، إن كان باحتفال عيد، إن كان بهارمن، إن كان بأي شيء عم نقدر نجيب منه لنبعث لناس هم بحاجة يؤجروا عليهم القيامة، والله سبحانه وتعالى يعطيهم في الدنيا وفي الآخرة، بيسر أمرهم في دروسهم، في عملهم، في يومياتهم. ولازم يكون هالشاب على يقين او هالبنت على يقين تام انه العمل اللي عم تعمله منه هباء منثورا، ما
لما بتحط النية انه هالعمل هذا لوجه الله تعالى، الله سبحانه وتعالى يجعله في ميزان حسناتك. اللهم وحدنا وكن معنا ويسر امرنا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه اجمعين.